الضباع والأسود، من سيفوز بمعركة خيالية بين وحوش البراري الإفريقية؟ الأسود والضباع، الأسود والضباع، إنهما نوعان يتداخل نطاط حياتهما بشكل كبير. عندما تنشأ الخلافات بين الأسود والضباع، فعادة ما يكون ذلك لصالح الضباع، إذ أنهم يغترون كثيراً بأعدادهم المهولة. الأسد والضبع غريمان تقليديان يصطادان نفس الفريسة ويخطفانها كل من الآخر. وعلى الرغم من أن الأسود أكبر حجماً من الضباع بمقدار مرتين أو ثلاث مرات، إلى أن الضباع تتميز بفكها القوي وتقوم بالهجوم على الأسود من الاتجاهات جميعاً. وإذا كانت أعداد الضباع أكثر، فإن الفرار أو الصعود إلى الشجرة يكون هو السبيل الوحيد أمام الأسود للنجاة، حيث لا يمكن للضباع أن تتسلق الأشجار. الضبع حيوان مفترس من الثدييات ينتمي للفصيلة الكلبية. تخرج الضباع للبحث عن طعامها ليلاً منفردة أو بمجاميع، وغالباً ما تعيش على أكل الجيف وبقايا صيد وفرائس الحيوانات الأخرى. وقيل إن الضبع أحياناً يصطاد بعض فرائسه بنفسه. الضباع قبيحة المنظر، تخينة الجلد، قصيرة القامة، تمشي مشية الأعرج. الضباع لا تأكل الأسود، هذا ما لم يفهمه قطيع الضباع، فيرتكب القطيع خطأ العمر حين تغريه كثرته في مواجهة الأسد. يغطي جسد حيوان الضبع فراء خشن، وله أرجل أمامية طويلة تساعده على الركض سريعا للصيد. كما يمتلك الضبع عنقا وأكتافا قوية، إذ يساعده ذلك على التمكن من تقطيع وحمل الفريسة. ويستطيع الضبع أن يسمع ويرى جيدا، كما يمتلك حاسة شم قوية تمكنه من الوصول إلى مواقع طعامه. يتمكن الضبع باستخدام أسنانه القوية وفكيه العريض من تمزيق الفريسة وسحق عظامها وتناولها كاملة. الضبع حيوان ليلي ويتميز بالذكاء، كما أنه فضولي وهو شديد الحرص على الحصول على طعامه، الأمر الذي يجعله حيواناً شرساً غالباً. فمثلاً يسرق الضبع المواشي ويأكل النفايات، وقد يقتل الناس. يطارد الضبع فرائسه بسرعة كبيرة ولمسافات طويلة، وقد تصل سرعته إلى 65 كيلومتراً في الساعة، وقد يستمر بالمطاردة لمدة 3 ساعات. وكثيراً ما يسرق حيوان الضبع طعامه من الحيوانات الأخرى، خاصة الأسود. كما أن الضبع قادر على صيد الحيوانات كبيرة الحجم، حيث تنوع فرائسها فتصطاد الكلاب والزرافات والجواميس وغيرها.